وجبة مثالية للسحور إن كان لنتفادى العطش أو الجوع أو إنه ندوخ ونتضايق. أهم شيء أنا وقت بدي أخذ من كل الماكرونترينز كل فئات الأكل وقت ناخد من هالنشويات اللي هي الكومبلكس كارب يعني مثلا خبز الأسمر أوكي إذا شقفت خبز أسمر أو إن كان توست أسمر ما في مشكلة بدي أحط بقلبها في بروتينات يعني لبنة عادة اللبنة واللبن والحليب هالأنواع المشتقات الحليب كتير مهمة لأنه النوع البروتين اللي بقلبها خاصة إذا كانت بدون دسم نعم. أوكي بكون عم باخد نوع البروتين اللي هو منيح بكون عم باخد هالتريبتوفان اللي هو كمان نوع هالحامض الأمينة اللي كمان بساعدني لأشبع منيح وبنفس الوقت البروتين كمان بضله بالمعدة كرمال لو بدك تهضمي بتحطي زيت زيتون معه لأنه الدهون يلي أكتر شيء بتضله بالمعدة لنحنا نهضمها نعم. نجرب نتجنب الدهون الحيوانية المشبعة أو كيف الزبدة كيف أنواع الدهون يلي هي هلا بدي حط خضرة هالساندويش أنا بدي حط فيها نعنع بندورة خيار مثل ما قلنا هولي خضار فيها سوائل والأهم هو ران أنه أنا يا أشرب حليب أخذ لبن أشرب ماي وحبة الفواكه يا بدها تكون حبتين تمر يا موزة هالأنواع الفواكه اللي هي بتساعدني هلا في ناس ما بتحب تاكل الصبح وبعرف من العيال ما بيحبوا يتروقوا أو ياخدوا سحور نعم. في فكرة أنه نحن هيدا السموذي اللي أنا بعمله بكون عم باخد السوائل وهالأكل اللي أنا بدي أخده بطريقة أسرع يمكن أنا أتناولها لأنه دايما وقت نطحن الأكل بصير كمية أقل أه. يعني إذا أنا مثلا بخلط اللبن مع موز مع بقلبه مثلا فينا نحط نوع الأفوكا اللي هو نوع الدهون اللي هي غير مشبعة اللي هي المنيحة شوية إن كان جوز أو لوز هول كمان دهون غير مشبعة صحيح فيها وحدات حرارية بس منيحة فينا أخلطها مع الفريز وأشربها الصبح على السحور يعني نعم 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 اليوم